السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: كمؤشر ممكن امتى يدخل بما في بقية الدول كالسعودية وقطر ومصر؟ الكومنت دوت كان تعليق على فيديو اسمه مرتبات العمالة في مجال البيم بيم سالري، وكان موجود في الامارات ودول تانية في امريكا واوروبا، ومكانش في واسيا، ومكانش في دول عربية تانية غير الامارات. طيب الامارات ليه ده ظهرت على خريطة البيم، وايه الدولة اللي متوقع انها تظهر قريب؟ الامارات ظهرت لان امارة دبي حاطة قرار ان مفيش مباني تتسلم اكبر من 20 دور، كان 40 وبعد كده خلوها 20 الا لو كان بيت، وحتى شروط تانية مثلا لما 20 لما يكون شركة اجنبية ساعتها لازم تسلم بيم، لما يكون مثلا مشروع مستشفى او مدرسة او مشروع مهم فلازم تعمل بيم، لان المشاريع دي بتبقى مشاريع حيوية والمكان محتاجه، فمحتاجين ان هم يركزوا في الوقت والتكلفة. فده اللي خلاها تظهر على خريطة البيم على مستوى العالم. قريب جدا مصر هتظهر على خريطة البيم لانها طلعت كود، فده يخليها برضه تبقى موجودة، ونتمنى يعني الكود يكون فيه تحسين مستمر ان شاء الله، يعني هو ممتاز وان شاء الله يبقى افضل، لان عايزين كل حاجة نتمناها فائز مصر يكون افضل باذن الله. طيب مصر في حاجتين بقى، خلينا نركز بقى شوية في النقطة ديت. هو طبعا عشان تقيم البيم محتاج فريق عمل قوي جدا وينزل ويعمل استبيان، والاستبيان ده يشمل آلاف الشركات وبحاجة قوية ان شاء الله، بس هو مبدئيا يعني من خلال شغل الواحد يعني في حاجتين، في دول بتعمل مشاريع بيم وفي دول عندها الفريق اللي بيعمل البيم للدول التانية. تمام، على سبيل المثال مثلا الأردن فيها ناس ممتازة بتعمل شغل بيم لدول في الخليج، وبتنافس الهند، الهند بتنافس جدا جدا بسبب السعر، السعر عندهم بيحرقوا السعر، فبتلاقي اسعار اصلا يعني تقول له ايه، لا يا عم انا مش هشتغل في المشروع، خد انت المشروع، يعني انا عامل حساب مثلا على 1000 وهم داخلين مثلا على 250، فتلاقي مفيش منافسه، تلاقي نفسك لو دخلت هتدفع من جيبك. فمحتاجه دراسه لموضوع الاسعار دوت، وازاي نقلل السعر، وازاي ندخل بميزه تانية غير السعر، هو بيحرق السعر بعد كده بيعليه لما يلاقي مفيش منافسه. فمصر فيها كذا مشروع بيم، ما نقولش ان مصر ما فيهاش بيم، لا فيها كذا مشروع اتعمل بيم، وفي كذا شركه شغاله بيم كويس. ومثلا مشاريع عندك المتحف المصري، وعندك متحف مصر الكبير اللي هو جنب الهرم، وعندك مول مصر، وعندك العالمين، وفي مشاريع تانية كتيرة اتعملت بيم، وفي شركات كتيرة شغالة بيم زي دار الهندسة، ديار السعودية، زور فايز، كتير جدا يعني عشان محدش يتعب. فلا في شغل بيم موجود، ونتمنى أفضل، ونتمنى يكون هو الأساس يعني. وبعد كده السعودية هتخش في موضوع البيم قريب، بسبب إن في مشاريع كتيرة داخلة قريب، يعني هم عايزين يغيروا طبيعة المشاريع هتتغير في السعودية، ف يعني هتبني مثلا ملاعب كورة كده في كل محافظة، في كل، فده محتاج شغل جامد، فهتلاقي فيه تبني للبيم جامد. بعد كده الدول مثلا اللي فيها مشاكل نسأل الله العفو والعافية، هيبقى فيها إعادة تعمير، فده هيخليهم يتجهوا لموضوع البيم إن شاء الله، يعني نسأل الله السلامة ليهم، ونسأل الله إن بلادنا تبقى أفضل. فهي فرصة إن أنت تدخل للمجال، وإن أنت تقوي نفسك، والشركة يبقى عندها ميزة تنافسية. لا إحنا شغالين باللين، إدارة المشاريع من خلال اللين، وشغالين برضو بالبيم، وشغالين بالاستدامة، وشغالين يعني تدي شوية قوة كده ومزايا إن شاء الله. فأنا متوقع خلال مثلا 5 سنين تلاقي طفرة في استخدام البيم في الوطن العربي.